جميل الكريمي بن جابر البري. أنا أخوي أبو محمد، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور. انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة في رابع أيام هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى، بانطلاقة سابع الأشواط. نتواصل بالنداء على الأسماء الخمسة المتقدمة والمتواجدة والمتنافسة في مسيرة هذا الشوط، لنرى أول المراكز. تقدم ذربة تعود الملكية الهجن الشحانية، يقودها بعملية التضمير سلطان بن محمد الوهيبي والنقلة إلى المركز الثاني. أرى وأتابع تقدم سباير، تعود الملكية الهجن الشحانية، حمد بن علي بن حلفان من يقود سباير بعملية التضمير والتواصل مع المركز الرابع والثالث. من تحمل الرقم 4 ولا يفتعود الملكية الهجن الشحانية المضمر سلطان بن محمد الوهيبي والمركز الرابع. أتابع جناح على رابع المراكز، تعود ملكية جناح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن راشد بن غدير الاكتبي. وخامس المراكز التواجد من قبل موكب، تعود ملكية موكب الهجن العاصفة والمضمر حمد بن راشد بن غدير من يقود موكب بعملية التضمير. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة المتقدمة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط وبهذه الانطلاقة السابعة في هذا الفترة الصباحية بتواصل سلم اللقاية. وهذا الملتقى الجميل من الأسماء المميزة والأسماء الكبيرة والشعارات الزاهية بألوانها الرائعة بانطلاقة ومسيرة هذا الشوط. ولكن مجددا نستعيد ونستجد النداء مع أول المراكز لنرى المقدمة والصدارة والقيادة من قبل ذربة على المركز الأول، ذربة على القيادة السليمة لمجريات هذا الشوط. تعود الملكية لهجن الشحانية، يقودها بعملية التضمير سلطان بن محمد الوهيبي عملاق المضمرين، من قدم لنا الأسماء المميزة في هذا اليوم ويقدم لنا ذربة في هذه اللحظات كقائدة للأسماء مسيطرة على أول المراكز. المركز الثاني التواجد من سبير، تعود الملكية الهجن الشحانية المبدع حمد بن علي بن حلفان يقدم لنا هذا الشعار بخير تقديم مع أيضا انطلاقة ثاني المراكز. المركز الثالث التقدم لأول ندى ولع انطلقت إلى ثالث المراكز، هجن الشحانية المالكة والمضمر محمد بن خالد العطية بدأ يشاغب المشاغب بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة. المركز الرابع، المركز الرابع أتابع أبراج، تعود ملكية أبراج لهجن الشحانية، يقودها بعملية التضمير جابر بن سالم بن فاران المري مع المركز الرابع. والمركز الخامس تواجد وتقدم مغيرة لهجن الشحانية وسالم بن فاران المري من يقودها بعملية التضمير. هذا هو النداء الثاني مع تجاوز لفتة 2 كيلومترات، أذعناه على مسامعكم بالوفاء والتمام. ولكن أعود إلى الصدارة، بدأت الأسماء تختلف من بعضها البعض مع هذه الانطلاقة مع هذه المسيرة. هنالك الصدارة، هنالك ذربة، ما زالت قائدة المسار هذا الشوط مسيطرة كل السيطرة على أول المراكز وعلى المقدمة وعلى الانطلاق. تحمل شعار هجن الشحانية، يقودها بالتضمير سلطان بن محمد الوهيبي من يقود الأسماء ويقود الشعارات بهذه اللحظات. المركز الثاني ولع على ثاني المراكز، ولع على المركز الثاني، تراقب أوضاع ذربة بهذه المسيرة. تعود الملكية لهجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد العطية المركز الثالث. التواجد من أبراج هجن الشحانية المالكة وجابر بن سالم بن فاران من يقودها بعملية التضمير. المركز الرابع أتابع التواجد من غبا
الجبل ناصية، ناصية على المركز الرابع لأول ندى، هجن الشحانية المالكة المضمر محمد بن خالد العطية، والمركز الخامس من الجانب الأيمن التواجد من قبل مغيرة على المركز أو مغيرة على المركز الخامس، تعود الملكية الهجر الشحانية سالم بن فاران المري من يدير بعملية التضمير، ولكن تابع هذه المسيرة مع تدخل الكيلو متر الأخير، خلاص كيلو متبقي عن الناموس عن التتويج، وما زالت ذربة على القيادة على السيطرة على الانطلاق، بدأت تشق الطريق نحو الناموس نحو التتويج، مع تحية الكيلو متر الأخير بدأت تسير بالاتجاه السليم نحو الناموس نحو التتويج نحو السيارة ونحو مادة الزعفران. هذه هي ذربة، هذا شعار هجرة الشحانية مع السلطان بن محمد الوهيبي مع العملاق من يقدم لنا الأسماء، ولكن يا سلطان أتابع الأسماء أتابع المركز الثاني، انطلقت موكب لهجن العاطفة على ثاني المراكز، حمد بن راشد بن غدير الواثق من يقودها بالتضمير مع أيضا هذه الانطلاقة الجميلة، موكب وذربة ذربة وموكب يا سلام، الناموس الناموس ما زال محتار، ولكن موكب موكب انطلقت مع الصدارة انطلقت نحو الناموس انطلقت نحو المركز الأول بشعر هجن العاصفة وبانطلاقة أول المراكز، سلام موقف سلام سلام وتحية واحترام لهجن العاصفة المضمر حمد بن راشد بن غدير على حصول موقف على المركز الأول ثاني المراكز، ناصي الهجن الشحانية مع المضمر محمد بن خالد عطية مركز الثالث، كان التواجد من قبل ذربة الهجن الشحانية مع عملاق المضمرين، المركز الرابع كان الوصول من قبل جناح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، نهني المضمر سعيد بن راشد بن غدير الكتيب، المركز الخامس كان الوصول من قبل أبراج، تعود الملكية الهجرة الشحانية والمضمر جابر بن سالم بن فاران المري. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، شاهدنا هذه الانطلاقة الجميلة والمنافسة المميزة التي دارت ما بين الأسماء وما بين الشعارات، وأتت موكب في اللحظات الأخيرة وانطلقت إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس بتوقيت زمني وغدره، 7:41 45 الزمن الثانية، تام التبريكات نزفها لهجن العاصفة، وكذلك نهني حمد بن راشد بن غدير المركز الثاني، وصلت ناصية 7:42 34 جزء من الثانية، تام التبريكات لهجن الشحانية والتهنئة المضمن محمد بن خالد يعطي المركز الثالث، كان الوصول من قبل ذربة 7:43 16 جزء من الثانية، التالت تبركات الهجرة الشحانية والتهنئة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي.